الله ما أجمل دبي وصيف دبي. المشهد اللي قدامكم حط دبي في مصاف الوجهات العالمية للفعاليات الصيفية لنظافة الشواطئ وتنوع الفعاليات، لكن ناس كثير تتوه لما تيجي دبي ما بين المول وما بين الشواطئ وما بين باقي الفعاليات. حنختصر عليكم، تعالوا نستكشف أهم 10 مناطق وفعاليات صيفية في دبي. شاطئ دبي كايت بيتش، شاطئ عام مفتوح للجميع، ومن اسمه تتزين سماه بالطائرات الشراعية. يعتبر ملاذ لعشاق الرياضات البحرية من ساعات الفجر الأولى، خاصة محبي التجديف والكياك والأنشطة الجماعية مثل اليوغا والسباحة وكرة الشاطئ. شاطئ جي بي آر محبوب الكل وأقدم الشواطئ. جي بي آر بكل تأكيد. مو لازم تكون من محبي الأنشطة البحرية عشان تستمتع بجماله، لأنه يعتبر أكبر تجمع للمطاعم العالمية والمحلات التجارية. يمتاز إن عائلي بامتياز، لأنه محاط بفنادق الخمس نجوم اللي توفر لكم جانب خاص من الشاطئ. نصيحة، لأنه الحين درجات الحرارة شوية مرتفعة، فاللي ما رح يسبح وما رح يسوي أنشطة مائية، نصيحة أجل مشيتك على الجي بي آر أو على الشواطئ بعد المغرب، لأني حاسة إنه جاني دوار شمس. نخلة جميرة، وجودكم بواحد من منتجعات النخلة يغنيكم عن باقي فعاليات المدينة بالكامل، وخذوها مني نصيحة، كل شيء متوفر هنا بأكبر جزيرة اصطناعية في العالم. نخلة جميرة يعني أرقى وأجمل المنتجعات الصحية المتكاملة على مستوى العالم من فئة 7 و8 نجوم. فعلا دبي رفعت مقاييس الهوسبيتاليتي، يعني تحصل فندق 3 نجوم على مستوى 5 و6 و7 على مستوى العالم، فمهما اخترتوا الفندق راح تكونوا مطمنين من هذه الناحية. خور دبي، خلونا شوي نطلع من أجواء الشواطئ والأماكن الفخمة وناخذكم الأقدم معبر مائي تجاوز عمره مئات السنين. هنا حنا نحكي عن خور دبي وتجربة التنقل بالعبارة الخشبية بدرهم واحد بس. رحلة العبارة متعة بصرية لشواهد دبي القديمة من مباني وأسواق، ومربوط برضو بسوق ديرة الكبير. وش داخل السوق؟ هو عبارة عن سوق مفتوح ومسقوف بأخشاب على النمط العمراني القديم. السوق يعتبر مزار للسياح من كل أنحاء العالم، في جزء للبهارات، زعفران، أقمشة وهدايا تذكارية، والذهب، ويا جمال الذهب، الذهب الأصفر إن ما كان يبرق برق ما نقول عنه زينة وخزينة. حنا عندنا في السعودية الرشرش والمحزم، لكن الستايل الإماراتي التراثي له نكهة خاصة. أورا سكاي بول، المسابح بالإطلالات البانورامية ما تقل أهمية عن جمال الشواطئ في دبي، كيف لا؟ ودبي تتباهى بأعلى وأرقى المباني على مستوى العالم. اسمعوا معي، حياكم الله معنا في أورا سكاي بول، إطلالة بانورامية من الطابق 50 من منطقة ينقال لها أو بناية ينقال لها من ذا بالم تاور. تحتاج الحجز المسبق ضمن فترتين صباحية ومسائية، سد حتى، ومغامرات الكياك والتجديف. كثير ناس ما تعرف إن حتى تعتبر جزء من دبي، وأي فندق أو مكتب سياحي ممكن يوفرون لكم رحلة ذهاب وعودة السد حتى. أنصحكم وبقوة إنكم تزورونها من ساعات الفجر الأولى، تطلعون ضمن جماعة عشان تتحدون بعض وتعيشون أجواء ما تنسى. دبي بلو ووترز، خلونا هالحين ننتقل معكم للفعاليات المسائية، ومثل ما دبي ساحرة بكل تفاصيلها النهارية ما تقل في الأجواء الليلية. بمجرد ما غابت الشمس الأجواء مختلفة، رائعة، نسمة الهواء والبحر ولا أروع. طبعاً عن طريق جسر خشبي بسيط في معبر للسياكل، معبر للعربيات، تقدروا تقطعوا من منطقة الجي بي آر إلى دبي بلو واتر. بلو واتر يعني إيش بلو واتر؟ يعني دبي يعني هذه القبب الجميلة الفضائية اللي ممكن تستمتعوا فيها بالتقاط أجمل الصور. ذا بوين، نافورة راقصة ومطاعم مما لذ وطاب، مصري، عراقي، لبناني، روسي، مكسيكي وعالمي وحتى أمريكي، ولا ألذ ولا أجمل، ويعتبر ممشى مفضل لمحبي الدراجات والسكوتر. ميزة ذا بوينت إنه في نص نخلة جميرة، وأغلب المطاعم اللي فيه تفتح للساعة 2 و3 الفجر. ممشى سوق السمك ديرة الجديد، يحسسك هالسوق بأنك ضمن أسواق تايلاند أو الصين المفتوحة. يحتوي على سوق مركزي للأسماك واللحوم والخضروات والمنتوجات المحلية كمان، وبنفس الوقت ممشى على مرسى سفن صيد السمك. هنا الناس تلعب في السياكل، في السكوتر، تستمتع بعشوة لذيذة وحلوة، تقدر انك تجيب السمك فريش ويطبخون لك اياه، وتقدر انك تختار من المنيو.
شواطئ دبي للسباحة المسائية. ويمكن دبي سباقة والوحيدة بالعالم اللي تسمح بالسباحة المسائية ضمن قوانين السلامة. سجلوا عندكم جميرة 2، جميرة 3 وأم سقيم 1 بطول إجمالي يتجاوز 800 متر. يعني بعد كل هاللستة مو غلط تكون دبي وجهتكم الصيفية حتى لو بزيارة قصيرة. نلقاكم بلد جديد وتوصيات جديدة.